السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أصدقائي، معكم أيوب أو يوبي، واليوم أتيتلكم بحلقة جديدة من سلسلة تختيم لعبة جي تي اي سان أندرياس مترجمة، وهذه الحلقة 92 من حلقات جي تي اي سان أندرياس، فهيا لننطلق. Hey man, where you been? I tricked one of the cars on a shopping list. But the crazy bitch, she drives like the devil. I've been following her for hours, but she stopped for nothing. You'd have to ram her off the road in order to get a chance to get her car, and you know a wrecked car is no good to us. I swear she's playing with me. Dude, calm down. If she playing with you, then she probably won't get one time involved until it turns ugly. We gotta find a way to stop her or slow her down. Too bad we can't involve the police. Cause then we could pop a crazy bitch tires and bang a crazy bitch ass in jail for being a danger to my sanity! You know what? I think I got an idea. Hassanan. Oh, جميل! هذه السيارة... لكن... حسنا. هذه السيارة تحتوي على أسلاك شائكة لكن للأسف محدودة جدا، فقط لدينا 3 أسلاك فقط، يعني لدينا 3 محاولات فقط لكي نوقف السيارة. حسنا، سيزر يقول بأنه يلحق بفتاة تركب سيارة، تلك السيارة من ضمن قائمة السيارة الموجودة لدينا ونحتاج تلك السيارة، لكن سيزر لم يستطع إمساكها لأنها كانت تقود بسرعة ولم يستطع إيقافها، ونحن الآن ذاهبون لكي نوقف تلك السيارة. لكن أستغرب من شكل هذه السيارة، أول مرة أركب هذه السيارة، انظروا إلى شكلها. سلام، إيوه جميل جدا. إيه. حسنا، اقتربنا من الفتاة. هذه الأسلاك الشائكة يمكنها إيقاف سيارة تلك الفتاة. حسنا، انظروا، لكنها لا تقود بسرعة كما يدعي. لحظة لنرى. نعم، إنها سريعة، إنها تسرع. حسنا، سألحق بها. لا 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 لا, لا, لا خدعتني. خدعتني. لا خدعت. حسنا، لا مشكلة، سأضع أسلاك لكن الشرطة. حسنا، أيوة، لن تفلتي مني يا فتاة. ياس. هي الفتاة التي كانت تحمل التي كانت تقود تلك السيارة. حسنا، سيزر يسأل عن حسنا، علينا الآن إصلاح إطار السيارة. لكن سيزر أصلحها بنفسه، وفر علينا عناء الذهاب إلى الجراج لإصلاح السيارة. حسنا، الآن سوف نرجع السيارة إلى مكانها. اوكي، صد إلى الجراج خاص بنا. وصلنا أخيرا.
أوه. لكن حطمت مقدمة السيارة أولا. حسنا، أعتقد أننا أكملنا مهام الجراج وكذلك حصلنا على معرض السيارات. هذا يمكننا جمع فيه أقصى حد للنقود وهي 8000 دولار. جميل جدا. حسنا لحظة، سأذهب إليها إلى ذلك إلى هذا المعرض. أعتقد أن جميع السيارات التي سرقناها سوف نجدها في هذا المعرض. يس، 200. رأيتم؟ ها هي السيارة التي سرقناها من السفينة، وهذه سرقناها من تلك التي سرقناها من السفينة هذه، وهذه سرقناها من معرض السيارات الذي إذا تذكرتم أنا وسيزر كانت تحتوي هذه السيارة على النيترو، وهذه سرقناها للتو. وأين السيارة الأخرى؟ هنا سيارتان. هذه لدينا أصلا، هذه السيارة نمتلكها أصلا، وأعتقد أن هذه السيارة التي سرقها سيزر التي سرقها معي سيزر من المعرض. نعم حسنا يا أصدقاء، المهم هنا وصلنا إلى نهاية الفيديو، فأتمنى أن تعجبكم هذه الحلقة، وأتمنى أن تنسوا دعمنا بلايك وبالاشتراك في القناة. كان معكم أيوب أو يوبي، إلى اللقاء.